السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. بالنسبه لهذا الفيديو هذا جبت لكم فيه جديد القفطان المغربي اللي كيجي باخر ما كاين في الخياطه، وكيف ما كتلاحظوا البنات جبت لكم موديلات اللي هما جداد والاول مره غادي تشاهدوهم، فكيجيو زوينين عصريين، وكذلك كاين الموديلات ديال التكشيطه اللي كتجي مخزنيه. المهم تابعوا الفيديو للاخر باش تشوفوا جميع الموديلات اللي جديده. ودابا غادي نبداو مع اول موديل. كيف ما كتشاهدوا كيجي بالخراط، موديل اللي كيجي انيق وزوين بزاف، مخيط بزواق المعلم، كيجي فيه الدونتيل. مهم واحد كيجيب واحد التصميم اللي هو انيق وراقي بزاف، من الموديلات اللي كتجي عصريه. هذا الموديل هذا غنشاهدوا فيه هذا اللون هذا اللي كيجي الاورانج مع اللون الاسود. كيف ما كتلاحظوا هنا عن قرب كيفاش كتجي الخياطه وكيفاش كيجي التصميم ديال هذا القفطان هذا، كذلك كيجي فيه حتى اللون الاخضر كيف ما كتلاحظوا هنايا. نفس الموديل كاين الاختلاف فقط في اللون، حتى هذا اللون هذا كيجي زوين بزاف وكيجي انيق، حتى هو متناسق مع اللون الاسود بالنسبه للخراط، وكيجي فيه حتى هو الدونتيل. اما بخصوص هذا الموديل هذا فهذه تكشيطه مخزانيه وكتجي مخدومه بالصفيف مضوبلين والزواق ديال المعلم. موديل اللي كيجي انيق وراقي بزاف كيف ما كتلاحظوا، حتى اللوينات ديالو كيجيو زوينين بزاف، ودائما مع التكشيطه المخزانيه. فكاين هذا الموديل هذا حتى هو كيجي مخدوم بالصفيف. بالنسبه لنوع الصفيفه هذه فهي جاكار ملكيه، كتجي بالالوان كيف ما كتلاحظوا، كتجي مضوبله على نص ثوق وكيجي معها حتى الزواق ديال المعلم. وهاد التكشيطه هذه كتجي بالمجدول اللي كيجي حتى هو مخدوم من الحرير بالالوان. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو مخزاني البنات، وحتى هو كيجي بالصفيف اللي كيجيو مطوبلين وزواق ديال المعلم. موديل اللي جديد وانيق. بالنسبه لهاد النوع من الخياطه فهو اللي دارج بالنسبه لهاد الفتره هذه، وكيجي زوين صراحه في الباسي والقفاطن المغربيه. كذلك البنات كاين هذا الموديل ديال هذا القفيطين هذا، كيجي في اللون الاحمر وكيجي كله مخدوم بالتنبات، والتنبات ديال العقيق المهرس والموزون كيف ما كتلاحظوا. موديل اللي كيجي انيق وزوين بزاف، وكيجيو فيه حتى العقيدات اللي كيجيو هابطين حتى لتحت، كيجيو فيه حتى الطراسم ديال الصم ومعهم حتى الحرير. اما بخصوص هذا الموديل هذا فهو كيجي انيق حتى هو، كيجي مخدوم بطراسن وزواق ديال المعلم، واحد الخدمه اللي كتجي خفيفه. اما بالنسبه للتنبات فكيجي على الكميمات كيف ما كتلاحظوا، وفي هذه الصوره هذه غتشوفوا مزيان الشكل اولا الرشمه ديال التنبات كيفاش كتجي بالعقيق صغير في اللون الذهبي، وكذلك كيجي فيه حتى اللون الشيبي كيف ما كتلاحظوا، لانه كاين وداخل في الخياطه ديال القفطان. كذلك البنات كاين هاد التكشيطه هذه اللي كتجي حتى هي باللون الاحمر، موديل اللي كيجي انيق وزوين بزاف، حتى هو كيجي بالتنبات ومخدوم بالنسبه للخياطه ديالته فهو كيجي مخدوم بصفيفه ديال السفيف. السفيفه نفسها كتجي مخدومه بصفيف اللي هما صغار، وكتجي كيجيو فيه العقاد حتى هو. موديل اللي كيجي انيق وزوين بزاف كيف ما كتلاحظوا، هنا الرشمه كيجي منبت حتى من اللور في الظهر وحتى في التحت ديال هاد التكشيطه هذه. هضرت لكم البنات على السفيف، فكاينه السفيفه اللي كتخدم من السفيف اللي كيكونوا صغار، غير باش نوضح لكم وتعرفوا الانواع والموديلات ديال الخياطه. اما بخصوص هذا الموديل هذا فهو كيجي مخيط بالصفيفه ديال الصم اللي كتجي عريضه كيف ما كتلاحظوا، كيجي فيه حتى الزواق ديال المعلم. هذه تكشيطه ديال التليجه اللي كتجي زوينه واللوينات ديالها كيجيو زوينين، كذلك الطريقه ديال الخياطه ديالها جات انيقه وزوينه بزاف. كذلك البنات كاين هذا الموديل هذا حتى هو توب ديال التليجه، كيجي مخيط بطريقه واحده اخرى كيف ما كتلاحظوا، كيجي فيه التنبات بالعقيق الطويل والحجار اولا الحجيرات ديال الكريستال اللي كيجيو في الالوان، نفس الالوان اللي كاينين في التكشيطه ديال التليجه، وكتجي مخيطه بصفيفه ديال الصم. كذلك البنات كاين هذا القفيطين هذا اللي كيجي في اللون الاسود، كيجي بفصاله عصريه، كيجيو فيه الكميمات مفتوحين كيف ما كتشاهدوا، كيجي كله مخدوم بالتنبات. اما بالنسبه للخياطه ديالو فهو كيجي مخيط باللون الاسود كيف ما كتلاحظوا، كيجيو مدخلين فيه واحد شويه ديال الصم بالنسبه للطريسنات هكا داخلين في الخياطه ديال القفطان، وهكا جا زوين بزاف. بالنسبه للرشمه ديالو ديال التنبات كتجي مخدومه بالعقيق والموزون. وهنا موديل ديال التكشيطه البنات كيف ما كتلاحظوا كتجي زوينه وانيقه بزاف، كيجي فيها الطرز الرباطي والتنبات، وكتجي مخدومه هكا بخياطه اللي هي خفيفه، كيجي فيها الطرز حتى من اللور كيف ما كتلاحظوا.
اما بخصوص هذا الموديل هذا فقفطان كيجي مخدوم بالمرمى ديال الحرير وزوق ديال المعلم. حتى هذا النوع ديال الخدمه راه دارجه البنات بزاف وكتجي سامبل وخفيفه، كتجي على القفاط اللي كيكون الثوب ديالهم لون واحد وكيكون سامبل، كطلع فيهم زوينه بزاف وغتكونوا شاهدتوا شحال من موديل اللي كيجي بهذا الشكل هذا. كذلك البنات كاين هذا الموديل ديال هذه التكشيطه هذه اللي جات انيقه وزوينه بزاف، لها مخدومه بالتنبات والخراط والخياطه اللي كتجي ديالها خفيفه بزاف. كذلك كاين هذا الموديل ديال هذا القفطان هذا كيجي مخدوم بسفيف مدوبلين ديال السم وزواق ديال المعلم والتنبات، موديل اللي كيجي انيق وراقي بزاف، كيجي عصري حتى في الفصاله ديالو، ودائما مع الفصاله عصريه فكنلقاو هذا الموديل هذا كيجي سامبل كيف ما كتلاحظوا. قفطان ديال ميبرا كيجي مخدوم غير بالطراسم والعقاد. اما بخصوص هذه التكشيطه هذه البنات فهي كتجي مخدومه بالزواق ديال المعلم والتنبات وكتجي بالفصاله مخزانيه، موديل اللي كيجي انيق وزوين بزاف، والخدمه ديالتها بالنسبه للخياطه فهي كتجي كيجيو فيها سفيف ديال السم كيف ما كتلاحظوا، حتى الفصاله ديالها مخزانيه ولكن كاين فيها بعض اللمسات اللي هما عصريين، كتجي دفينه محلوله على القفطان كيف ما كتلاحظوا. موديل اللي كيجي زوين وانيق بزاف بحال هاد الالوان هادو كيصلحوا للعريسات. كذلك كاين هاد التكشيطه هادي كتجي مخدومه بالتنبات والطرز الرباطي، اللوينات ديالها كيجيو متناسقين بشكل كبير، هنا اللون الاصفر وبالنسبه للتفينه والقفطان كيجي في اللون الغوز فوشيا، هاد جوج الالوان كيجيو بزاف مع بعضهم، وكتجي التكشيطه مخيطه بالسفيفه ديال السم. وشوفوا معايا هذا الموديل ديال هذا القفطان هذا كيجي انيق وزوين بزاف، كيجي كله مخدوم بالتصاب والتنبات، قفطان اللي كيجي راقي بالثوب ديال الميبرا. كذلك كاين هذه التكشيطه هذه كتجي كلها مخدومه بالتنبات وخياطه ديالها كتجي خياطه خفيفه نص تزيري بالسم والعقاد بلديين. موديل اللي كيجي حتى هو زوين ومتناسقين اللوينات فيه بشكل كبير. هنا كنشاهدوا تكشيطه ديال جوهره كيف ما كتلاحظوا البنات كتجي زوينه وانيقه بزاف، مخيطه بخياطه اللي هي خفيفه غير الطراسن، كتجي بالفصاله مخزانيه، موديل كيجي انيق وزوين بزاف. بالنسبه للثوب ديال جوهره كتعرفوا البنات كيجي قفاطن، كيجي الباسي اولا تكاشط، كيجي قنيطرات، المهم هو كيجيو فيه جميع انواع الخياطه كيطلع زوين، وكذلك كيجيو فيه انواع كثيره من اللباس المغربي التقليدي. اما بخصوص هاد التكشيطه هذه فهي كتجي تكشيطه روميه كيف ما كتلاحظوا، كتجي بصفيفه عريضه ديال السم وكيجي كتجي الدفينه محلوله على القفطان كيف ما كتلاحظوا، موديل اللي كيجي انيق حتى هو وزوين بزاف. اما بخصوص هذا الموديل هذا فهو قفطان كيجي مخدوم بالسم والتنبات اللي هو خفيف، وكتجي معاه الحزام ديالو اللي كيجي كله منبت بالاحجار في الالوان مختلفه، كذلك الخياطه ديالو كتجي خياطه اللي خفيفه، قفطين كيجي انيق وزوين بزاف، حتى اللون ديالو كيجي لون اللي هو زوين ومميز كيجي مخدوم بالسم. وهنا البنات موديل ديال القفطان اللي كيجي من توب ديال البروكار وكيجي مخدوم بالخراط اللي كيجيو مزوقين بزواق ديال المعلم، موديل اللي حتى هو زوين وكيجي كتجي فيه الخياطه خفيفه. اما بخصوص هذا الموديل هذا فهو كيجي من توب ديال المبرا وكيجي قفطي اللي كيجي انيق وفيه بزاف ديال اللوينات الديغرادي ديال اللون الموف، المهم قفطان اللي كيجي عصري حتى هو. وهنا موديل واحد اخر ديال التكشيطه اللي كتجي عصريه كيف ما كتلاحظوا بصفيفه عريضه ديال الصم وكتجي دفينه محلوله على القفطان. كذلك كاين هذا الموديل هذا كيجي من التوب ديال التليجه وتوب واحد اخر كيف ما كتلاحظوا التصميم ديالو كيجي عصري. اما بخصوص هذا الموديل هذا فهو موديل مخزاني وكيجي بخياطه ديال الخراط، كيجي انيق وزوين بزاف، وغادي تشاهدوا معايا بعض الصور اللي كتوضح الشكل ديال هذا القفطان هذا كيفاش كيجي. كيجي خفيف بزاف وفي نفس الوقت كيجي انيق وزوين. وهنا البنات وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا واستفدتوا منه، فما تنساوش البنات تدعموني بلايك ومشاركه مع الاصدقاء، ومع السلامه.